السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بتجميع جديده. بس هيدي المره يا جماعه ما حتكون تجميعه كمبيوتر، اليوم حنبني تجميعه كيبورد من الصفر. هذا الكيبورد اللي انتم شايفينه قدامكم، حننزل من تحت الارض خبركم كل شيء تفاصيل عن هذا الكيبورد اللي انا جمعته. وصراحه انا بنصح اي شخص حابب انه هو يدلع السيت اب عنده انه هو يجمع كيبورد من الصفر. طبعا الاسعار ما حتكون متقاربه لاسعار الكيبوردات الاقتصاديه، حتكون رايحه اكثر لكيبوردات الهاي اند. بس ما بدنا ننسى انك انت عم تجمع كل شيء فيه لهذا الكيبورد، الا شويه حسنات ولا شويه سيئات. يعني مثلا من ضمن الحسنات فيها انك انت بتختار الشكل العام، بتختار الالوان، بتختار كل هدول الامور. انت كمان بتختار السويتشات، لانه طبعا حتلاقي انواع سويتشات بحياتك انت ما شفتهم بالشركات الهاي اند او بالكيبوردات الهاي اند. حيكون في عندك كتير خيارات ما بين تكتايل، كليكي ولينير، بتفاصيل حتى كمان السبرينج، قوه الضغط، مسافه الاستجابه، كل هدول الامور انت بتختار الشيء اللي بيناسب شغلك وبتشتغل على اساسه. وعيب هالكيبوردات ثلاث شغلات اساسيه. الاولى بتكون اضاءه الار جي بي، لانه يا جماعه هيك تجميعات كيبوردات بكون فيها اضاءه الار جي بي جدا ضعيفه، لانه الشكل العام بكون طاغي. يعني انتم مثل ما شايفين الوان السويتشات او الوان الكيكاب هي اللي بتكون طاغيه اكثر من اضاءه الار جي بي. والعيب الثاني انه معظم لوحات الكيبوردات ما حتلاقي لها انت سوفت وير على الكمبيوتر عندك لحتر تحدد لها مثلا ماكرو كي او لحتر تشتغل اكثر باضاءه الار جي بي. بس الفكره بالموضوع انه انت حتكون عمال تعتمد على الميموري، البلدن ميموري اللي هي بتكون موجوده بالكيبورد نفسه، عشان انت تقدر تحدد مثلا اذا بدك كم ماكرو كي على الخفيف. يعني الاعتماد على مش كتير كبير، وحتى كمان في كم بروفايل لإضاءة الار جي بي. والعيب الثالث والاساس ويلي العالم كتير بتنفر منه اللي هو السعر، سعر مرتفع شوي صغير. يعني هذا يعتبر انتري ليفل، يعني هذا يعتبر المرحله الاولى بتجميع الكيبوردات، وسعره تقريبا ما يقارب ال 180 دولار بهذا المعدل. هالفيديو برعايه موقع كيس فان لبيع مفاتيح ويندوز 10 و11 الاصليه. بس هالمره منك محتاج كود خصم القناه، مباشره حتلاقي السعر تقريبا بحدود ال 7 دولار للويندوز 10. كل اللي عليك تعمله انك تختار المنتج، تدفع باي بطاقه ائتمانيه عندك، وبتلاقي الكود وصلك على الايميل خلال 10 ل 15 دقيقة. دخلوا بخانة تفعيل الويندوز، ولهون بيصير عندك ويندوز 10 او 11 الاصلي ومفعل. وفي عندكم كمان شوية خصومات بتوصل ل 62% على الحزم، بس ساعتها هون بدك تستخدم كود الخصم الخاص بالقناة يلي حيطلع قدامك على الشاشة هلا. المهم ولنبتدي بتجميعة اليوم، اول شيء باللوحة الام او يلي هي البي سي بي لهذا الكيبورد. طبعا حيكون في لوحة الام مثل ما في لوحة الام للكمبيوتر اللي هي بتتحكم بكل شيء. يلي اخترت انا من شركة اسمها الايبو ميكر، شركة صينية بس جودة التصنيع فيها يا جماعة جدا عالية. السعر تقريبا رخيص بما انك انت عمال تجمع كيبورد، سعر حوالي ال 75 دولار بعالم تجميع الكيبوردات. هذا يعتبر تقريبا اقل سعر، لانه في عندكم يا جماعه لوحات ام او بي سي بي بيوصل سعرها ل 600 دولار و 800 دولار وبعد اكثر من هيك بكثير. ومعنا هلا نحن من اللوحات الغاليه، خلينا باللوحه الحنونيه اللي معنا ام ال 75 دولار يلي بتجي مع جسم الكيبورد نفسه. انا اخترتها باللون الابيض لانه تجميعتنا اليوم باللون الابيض بحجم 85 او اللي هي 10 كيلاس بدون لوحه ارقام يلي هي بتكون موجوده عاده على اليمين. وتعتبر مثل ما عم اقول لكم هي تقريبا افضل لوحه للمبتدئين، لانه كثير بيزك، يعني ما في بقلبها كتير امور زياده ولا في بقلبها عجل للصوت ولا شيء. ومن اهم مميزات انه هي بتجي هات سواب، يعني انت بتختار السويتش اللي بدك اياه وبتركبه وبتشيله. ما عجبك السويتش اللي ركبته او ركبت مثلا شيء رخيص هالمره، فيك ترجع تطور وتغير السويتشات بالمستقبل من دون عمليه الحام وهدر الامور. بنفس الوقت كمان بتجي دي اتاتشبل يو اس بي سي، يعني بتقدر انت تفصله وتحط اليو اس بي اللي بدك اياه، انت كيبل اليو اس بي اللي بدك اياه. والاهم من هدول كلياتهم انه هيدي النسخه اللي معي اللي هي بتجي الجي كي 87 اس، لانه في اللي بلا اس انتبه لها، الاس بتجي ببلوتوث 5.1، يعني حيكون عندك الاداء بالالعاب او بالاستخدام بشكل عام جدا ممتاز، ما في لاج، ما في مشاكل انت وعمال تستخدمه من ناحيه البلوتوث، حيكون وضعك جدا ممتاز. واخف اسلاك، هلا انا عارف انك انت بشكل عام كجيمر او كمستخدم كل يوم للكمبيوتر ما حتعتمد على البلوتوث، انا بالنسبه لي حلت لي ازمه كثير كبيره لما اكون عمال بعمل اختبار لكمبيوترين، لانه في بقلبه ثلاث بروفايلات، يعني فيك توصله انت على ثلاث كمبيوترات بنفس الوقت، بس بتكبس انت اف ان واحد او اثنين او ثلاثه بصير بينتقل من كمبيوتر للثاني. فكيبورد واحد انا عمال بستعمله على اكثر من كمبيوتر مع بعض. وبالنسبه للبطاريه اللي هي بتجي بحجم 1900 ملي امب، انا عارف انه هي منا اسطوريه، يعني ممكن تعيش معك لوقت كثير طويل، يعني ماكسيموم مثلا استخدام ليومين استخدام طبيعي عاد ابو 8 9 ساعات بالنهار. وما مذكور قديش بدها وقت عشان تشحن، اذا كانت شحنه بيشحن بسرعه او بطيء، بس اللي فيني اقول لك اياه انه هي يو اس بي سي، فالمفروض يكون يعني سريع نسبيا. وبالاضافه كمان انه اضاءه الار جي بي مثل ما خبرتكم انه باول الفيديو جدا متواضعه، خفيف كثير، في شويه انماط مثل ما قلت لكم موجوده اساسا عليها لهيدي اللوحه، فيك تبدل بيناتهم بس بزر الاف ان والتسعه او الماينس والبلس. وبالنسبه للسويتشات يلي هي عامله مثل جي بي يو الكمبيوتر، مثل كارت الشاشه، هن هدول اللي انت بدك تهتم فيهم وبدك تصرف عليهم على قد ما تقدر. يلي هو عندي هون انا من الهولي باندا اللي انا اخترتهم، سويتشات يا جماعه جدا خرافيه اذا كان من ناحيه الصوت او حتى كمان بالاداء. شعور الضغطه بالزر او بالسويتش نفسه جدا مختلفه عن اي كيبورد انت جربته بحياتك، لانه هدول السويتشات يا جماعه ما بتلاقون عم اقول لكم من ولا اي شركه عماله تعمل كيبوردات جاهزه. وبيجي هدول السويتشات تكتايل، يعني صوت جدا خفيف للضغطه،
بتحس بالمقاومة انت وعمال تضغط على الزر، يعني على عكس السويتشات اللينير اللي انت بس لما تضغط ما بتحس انه في مقاومة من الزر، بتكون هيك شيء قريب من اللمس، لا هون في مقاومة انت وعمال تضغط وهو الزر عمال يرجع مرة تانية. ومن مميزات هدول السويتشات انه بيجوا بدبل سبرينج، يعني اللي هو الرسور يلي بيجي بداخل السويتش من جوا، قوة الضغط 67 جرام، ويلي هي تعتبر 67 جرام اكثر من السويتشات العادية، يعني معدل السويتشات العادية بال 45 جرام او هيك شيء، لما تقول تحكي انت 67 جرام يعني يعتبر عالي، وسعر ال 100 حبة منهم لهدول السويتشات بقرابة ال 50 دولار او 45 دولار. هلا في منهم اساسا بيجي من عملهم لوب مصنعي، بكون اغلب السعر تقريبا 30 دولار لانه بياخذوا وقت كثير، يعني حوالي 4-5 ساعات عشان انت تقعد تعمل لوب لكل سويتش لوحده، بس انا فضلت انه انا اشتري هون ستوك ما معملون لوب وانا قاعد اشتغل فيهم وحده وحده عشان انا اعرف قديش بدي احط لوب وقديش بدي اشتغل عليهم وقديش يعني عشان تاخذ منهم النتيجه تكون افضل بكتير من اللوب المصنعي اللي بكون هو معمول بس يعني تقدر يتغرض وانتهى الموضوع. واستخدمت عشان اعملهم لوب علبه الجلوريوس اللي هي الجي لوب، سعرها تقريبا حوالي 9 دولار ونص او 10 دولار يعني، بس فيك تعمل فيها تقريبا حوالي 20 كيبورد، لانه اللي بتستخدمهم انت لكل سويتش كميه جدا جدا قليله بس بتفرق كثير بالصوت وبالاداء وبشعورك على الضغطه نفسها. وطريقه اللوب يا جماعة جدا سهلة، أنا كنت حكي عنها بأكثر من فيديو قبل بس حأعطيك باختصار مفيدا هلأ كيف تصير العملية. إنك أنت بتفك السويتش وبتدهن أي نقطة تلامس بين أي قطعتين بلاستيك موجودة بقلب السويتش من جوا بكمية كتير قليلة منه لهيدا اللوب إذا بدك تستخدم هيدا أو أي نوعية تانية، بس انتبه إنه كترة المواد بتصير بتعلق الضغطة مع الوقت وقلة اللوب ما بتستفيد منها، فأنت بدك تكون عمال تختار كمية تكون جدا معتدلة. اللوب يا جماعة كمان مش بس للسويتشات، ضروري كتير إنك أنت تعمل لوب للمثبتات أو لهن استابلايز للأزرار الكبيرة مثل السبيس بار أو الشيفت أو حتى كمان زر الانتر، لأنه إذا ما بتعملوا اللوب بيبقى الصوت مختلف وحتى كمان الشعور بالضغطة مختلف كليا عن باقي أزرار الكيبورد، وحتى بتصير بتحس فيهم صوت فراغ أو شخللة، فضروري أنك أنت تعمل اللوب للمثبتات عشان يعطوك يصيروا نتيجة أفضل. طيب ولهون نحن بنكون خلصنا من الأساسيات، وخلونا نروح هلا على مرحلة التركيب يلي عادة يا جماعة أنا بقاع الكيبورد من تحت بحط أي نوع من أنواع الفل أو الربر يلي هن عادة بيطلعوا بعلب التبريد للتبريد الكمبيوتر أو حتى كمان اللوحات الأم أو كروت الشاشة، هدول بيضغطوا القطع كليات على بعضها من جوا ببطل فيه مساحة عشان ينتشر الصوت ويصير يعمل صدى بقلب الكيبورد، بس لما تضغطهم بصير هدول الأمور تمتص الصوت من جوا بصير بيعطيك صوت أجمل. هالمرة رحت مع نوعية مطاط مختصرة الكيبوردات، لفة تقريبا طولها مترين سعرها حوالي 10 دولار، حطيت قطعة من هيدا الربر بين البليت المعدنية اللي هي واجهة الكيبورد وبين اللوحة، يعني بس عملت فاصل ما بين الواجهة الأمامية واللوحة من قدام يلي حيركب عليها من السويتشات من فوق، ورجعت عملت كمان طبقة تانية حطيتها بكعب الكيبورد من جوا يا جماعة، عبيت فيها بس الفراغات عشان يقدر يمتص الصوت بالشكل الافضل ويكون الكيبورد مضغوط على بعضه 100% ويعطيك يعني حياتي الصوت هلا بتسمعوه صوت جدا خرافي يا جماعه. ونصيحه كتير مهمه هون انه ابتدي اول شيء بسويتشات الازرار الكبيره اللي عامل لكم سبيس بار شيفت حتى كمان زر الانتر، ركبهم انت هدول مع الكيكاب تبعولهم وروح وصل الكيبورد عندك على الكمبيوتر عشان تتاكد اذا الوضع تمام، الازرار كلها شغاله، اذا كل شيء وضعك تمام، لانه احيانا بس لما تضغط الكيبورد بشكل يكون كتير كبير وتركب عليه البراغي بصير بيرفع الحديد او بيرفع قالب الكيبورد نفسه بصير بيرفع اكثر من ميل اكثر من الثاني، فبصير في سويتشات ما بتشتغل بتضطر انك انت تخفف. انا ما صار معي هذا الشيء بهذا الكيبورد، بس من افضل انك انت تروح تعمل هذا الشيء عشان قبل ما تجمع وقبل ما تاخذ النتيجه العام تتاكد انه كل الكبسات شغاله. وفي عندكم ويب سايت موجود تعملوا سيرش على جوجل اسمه كيبورد تيستر، بس بتصير بتفوت بتجرب اذا كل زر شغال وظيفته مثل ما هي لازم تكون، وبعدها ركب السويتشات الباقيين لحد ما توصل للكيكاب يلي هي انا بشوفها عاده هيدا اجمل مرحله لانه هي بتعطيك الشكل العام للكيبورد. انا اخترت يا جماعه كيكاب كمان صينيات بس جودتهم جدا عاليه ونوعيتهم اسطوريه، سعرهم ما كتير غالي حوالي 30 دولار، بيجوا دبل شوت اي بي اس بلون ابيض وازرق ومطعمين شوي صغيره باللون الاصفر. حاترك لكم انا روابط كل القطع اللي استخدمتهم انا لهيدي تجميعه الكيبورد بصندوق الوصف تحت، ممكن انك انت تستخدمهم لانه انا ما عملت شيء اضافي، يعني انت بس حتشتريهم وتركب القطع على بعضها. المهم انه هيدا هو الشكل النهائي للكيبورد، وبعدها ضروري انك انت تسمع صوت السويتشات لانه صوتهم فعلا طرب.
الصوت يا شباب فعلا متعة مثل ما عم بقول لكم، طرب، شعور بالضغطة جدا حلو، مستحيل انك انت تلاقيه باي كيبورد تاني. ما بكذب عليك، ممكن الوحيدين بس اللي انت تلاقي عندهم او انا شفت هيك في شيء قريب من التجميعات الخاصة اللي هن كيبوردات الدكي، شكلهم قريب كتير من كيبوردات التجميع وحتى كمان اداء السويتشات نفسها. ممكن بعتقد انك انت تعدل عليهم، بس بشكل عام لما انت تجمع كيبورد حيكون احساسك بالكيبورد انت حتكون مبسوط فيه اكثر، لانه مختار كل تفاصيله وما حتكون مجبور الشركه شو حطت لك لا سويتشات ولا حتى كمان كيكاب. وعلى فكره يا جماعه انه انا ما عامل اي تعديل على الصوت اللي انتم سمعتوه، صوت السويتشات يعني هيدا مثل ما انا عامله بسمعه 100%. اللهم انا بس شايل النويز اللي عاده بيطلع من التسجيل وعمال بعطيك ان الصوت رو مثل ما هو، ما مغير عليه انا اي شيء. وطبعا من بعد ما تخلص هيك تجميعه كيبورد لازم انت عشان تظبطه مع السيت اب عندك تركب له كيبل من كيبل مود اللي هو بيجي الكويلد كيبل، على حسب لون التجميع اللي عندك او على حسب لون الثيم للسيت اب بيطلع الوضع اجمل بكتير. وهيك يا جماعه بكون وصل سعر الكيبورد كلياته على بعضه $180 طبعا من دون الكيبل، لانه الكيبل يعني انا اعطيك حريه الاختيار، لانه في عندك كيبلات بيوصل من $25 ل $60 بكيبل مود، يعني ممكن مثلا مع الكيبل وصل سعر الكيبورد كله على بعضه تقريبا شي $220. بعرف انا انه هو منه رخيص نهائيا بالنسبه لكيبوردات هاي اند، حيكون قريب شوي صغير من السعر. وطبعا بنهايه الموضوع انا اخترت السويتشات الهولي باند، انت فيك تروح مثلا مع الجاتيرون بيجي ارخص تقريبا نص السعر، الجاتيرون سعره $25 ب90 حبه او بهذا المعدل، يعني فيك انت تقلل بكل شيء، فيك تقلل من السويتشات من اسعاره، في سويتشات ب$18، فيك تقلل حتى كمان من اللوحه نفسها، يعني انا اللي جايبها انا بدي اياها لانه بلوتوث، انت ممكن مثلا تجيبها من دون بلوتوث بتنزل معك كمان تقريبا $15 أو $20 بالسعر، يعني فيك توفر فيه على قد ما تقدر. بس هذا هو الشكل النهائي للكيبورد اللي صراحه طلع جدا اسطوري، بلوتوث، كبسات جدا عالية من عمل اللوب، فالوضع جدا 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 ممتاز. وبالمناسبة للشباب يلي ساكنين بقطر، ستور 974 يا جماعة صار في عندهم هلا تشكيلة جدا واسعة من السويتشات، أنا هدول ما جبت منهم شيء من الستور، بس في عندهم شيء كتير قريب من هدول، حترك لكم أنا رابطهم بصندوق الوصف تحت، وليكون بعلمك بس إنه كل القطع هدول منشرين من أمازون، بس أنا قلت لأنه الشباب كتير بتسألني ما بدهم يشتروا هدول الأمور يلي خاصة اللي ساكنين بقطر، أنا قلت بخبرك، والفيديو ما سبونسر من ستور ولا أي شيء، بس أنا قلت عشان يكون أنت في عندك علم. خبرونا أنتم هلا رأيكم فيها لهيدي التجميعة، حاولت انا اخليها خفيفه لطيفه من دون صبغ وحركات عشان تكون سهله على اللي حابب يجمع كيبورد، بس بيختار القطع اللي انا ححط لك اياهم بالروابط تحت، بتشيلهم انت بتحطهم على بعضهم بيطلع معك هذا الكيبورد، ما في ولا اي خطوه صارت ورا الكاميرا، كل شيء انا عملته صورته وعرضت لكم اياه بالتفصيل. اعطوني رايكم بالتعليقات يا جماعه، شو رايكم فيه لهذا الكيبورد اذا كان شكل او حتى كمان اداء، لانه فعلا الصوت طرب يا جماعه، طرب فعلا صوته كتير حلو طالع. وانت ونازل تكتب لنا التعليق تحت، ما تنسى اول شيء تعطينا اللايك، تعمل شير للفيديو، وتشترك بالقناه اذا بعدك جديد، تفعل زر الجرس ليوصلك اشعارات من مقاطع جديده. بشوفكم ان شاء الله بالحلقه الجايه، والسلام عليكم.